بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بكل ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأنلنا من خير ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعذنا من شر ما أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ببركة أحب أحبابك في الدنيا والآخرة. أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نتناول فيه جزءا مهما من علاقة الإنسان مع الله، العلاقة التي تربط الحق جل جلاله بعباده، هي علاقة العبودية من قبل المخلوقات، وعلاقة الربوبية والإلهية من قبل الحق جل جلاله. وجعل الحق جل جلاله لهذه العلاقة صورا متعددة، منها العبادة. ومما يميز هذه العبادة ومما يميز هذا التقرب إلى الله قول الحق جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى مع عباده، أن يتوجه الناس بالعبادة والدعاء إلى الله، وأن يتفضل الحق جل جلاله عليهم فيجيب طلباتهم ويجيب دعاءهم. حين نتأمل هذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن منزلة الدعاء من عبادة الله، وهو يخبرنا عن منزلة الدعاء في إطار علاقتنا مع الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. كأنه صلى الله عليه وسلم يحصر العبادة في شكل الدعاء، وهذا لأن الدعاء يمثل أعلى درجة من درجات التقرب إلى الله، التي يظهر الإنسان فيها احتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى، يظهر فيها تقربه إلى الله، يظهر فيها ذله إليه سبحانه وتعالى. هذا الدعاء جعله الحق جل جلاله مشروعا في كل وقت ومشروعا في كل مكان، لكنه سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الأوقات يستحب فيها الإكثار من الدعاء، وجعل بعض الأماكن جعلها الحق جل جلاله مظنة استجابة الدعاء. كذلك جعل الحق جل جلاله فيما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن بعض الأشخاص في بعض الأحوال إذا دعا الله عز وجل استجاب الله سبحانه وله. من هذا دعوة المظلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبها الله، دعوة الوالدين لابنهما يستجيبها الحق جل جلاله. فهذه الأنواع من الدعوات ينبغي أن يحرص الإنسان على الاستفادة منها حتى تكون سببا في الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. ومن الأوقات المباركة التي جعلها الحق جل جلاله مظنة استجابة الدعاء وقت السحر، وبين الأذان والإقامة، ويوم الجمعة، وأوقات كثيرة لا نستطيع حصرها، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر عن ذلك فيها. لكن المهم الذي ينبغي أن نلتفت إليه ونحن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، أننا حين ندعو الله سبحانه وتعالى لا ندعوه إخبارا بحالنا، فهو سبحانه وتعالى عالم بحال كل إنسان فينا، لكننا حين ندعو الله عز وجل ندعوه قياما بالعبودية، قياما بحقوق العبودية وحقوق الربوبية، نسأله سبحانه وتعالى لأن هذا السؤال منا له سبحانه على سبيل الذل والافتقار، على سبيل القيام بالعبادة له. وإلا إذا امتنع الإنسان عن الدعاء فهذا الامتناع امتناع عن جزء كبير من العبادة، يجعله يدخل في دائرة المستكبرين عن عبادة الله سبحانه وتعالى. هناك أسباب حسن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى نكون في مظنة استجابة الدعاء، منها أن يكون الإنسان ملتزما بأمر الله، أن يجعل الإنسان عيشه من حلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرجل الذي مأكله حرام ومشربه حرام، ثم يدعو الله عز وجل فأنى يستجاب لذلك. فينبغي على المسلم إذا أراد أن يجعله الحق جل جلاله من الذين يستجيب دعاءهم أن يحقق نفسه بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل قلبه صورة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل في نفسه استجابة لدعاء الله، استجابة لأمر الله، وأن يقوم بهذا الواجب. وألا ننسى ونحن ندعو الله عز وجل أن ندعوه سبحانه وتعالى بما فيه الخير، بما فيه الرشد لأنفسنا وأبنائنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا، بل ندعوه سبحانه وتعالى بما فيه الرشد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عليه، وأن يجعلنا من الذين يستجيب لهم الدعوات،
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.